دارين سلام، أهلا وسهلا فيك. اليوم معنا في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. بحب في البداية أعرف فيكي، كاتبة ومخرجة أردنية، بتحملي في رصيدك أفلام قصيرة من بينها لازلت حيا، الظلام في الخارج، الببغاء. أفلامك عرضت في مهرجانات سينمائية وحازت على عدد من الجوائز، وأنت عضو مؤسس وشريك إداري في صندوق الحكاية في عمان، وشاركتي أيضا كعضو في عدد من لجان التحكيم في مهرجانات سينمائية، ولك طبعا فيلمك الروائي الطويل الأول فرحة، وهو سيشارك في الاختيار الرسمي في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي. طبعا مع العرض العالمي الأول لفيلمك في مهرجان تورونتو، شو بيعني لك مثل هذا العرض؟ أول شيء شكراً مريان، وشكراً بشكر الهيئة الملكية للأفلام لاستضافتي. طبعاً العرض العالمي الأول دائماً هو كتير شيء مهم لأي مخرج، خصوصاً بمهرجان مثل تورونتو، لأنه هو من أهم المهرجانات بالعالم مثل ما ذكرتي، ولأنه أصلاً لقبه هو مهرجان الناس، والفيلم فرحة تحديداً العمل للناس، فهذا الشيء طبعا كثير مهم وبيعني لي، ومتحمسة كثير أشوف كيف ردة فعل الناس وأكون معهم إن شاء الله. وشو مخططاتك بالنسبة لعرض الفيلم في الأردن؟ الحقيقة نحن حاليا عم نشوف كيف رح تكون خطة التوزيع تاعت الفيلم. أكيد رح يكون في خطة لتوزيع الفيلم بالمنطقة العربية وبالأردن، بس رح نعلن عن هذا الشيء أول ما يكون الوقت مناسب إن شاء الله. بس أكيد اللي بقدر أحكي إنه من الأشياء اللي كتير مهمة لإلي هي إنه يكون هذا الفيلم بالسينما، بيدور عرض السينما بالأردن لحتى الناس يقدر يشوفوه. وكمان من المحطات المهمة بالنسبة لي إنه الفيلم يروح عليها هو مهرجان عمان السينمائي الدولي، أول فيلم، لأنه هو أول فيلم طويل لي، ولأنه المهرجان ترك أثر منيح بالتو إديشنز اللي صارت لهلأ، فأكيد بحب إنه يكون جزء من هذا المهرجان. طيب وهيك يعني تحطينا بشكل عام في إطار قصة فيلم فرحة. فرحة هو فيلم روائي طويل بتدور أحداثه بفلسطين بال48. بيحكي قصة بنت عمرها 14 سنة، فرحة، اللي هي حلمها أنها تتعلم بالمدينة، بالوقت اللي بقريتها في مدرسة بس للأولاد، والبنات بعمرها بيكونوا عم بتزوجوا، بس هي بنت مختلفة وبنت طموحة. طبعاً بس تقرب فرحة من حلمها، الاجتياح بيحصل بقريتها، وهذا الشيء اللي بيخلي حلمها بيتحول من أنها تدرس بالمدينة لأنه تبقى على قيد الحياة. وهي تدور أحداث الفيلم بشكل أساسي في 48، فشو سبب اختيارك للعودة بالزمن مقابل أنه يمكن تحكي قصص فتيات وقصص عم بتصير بفلسطين حالياً؟ سؤال مهم. هو تحدي أكيد لأي مخرج عم بيعمل فيلمه الروائي الطويل الأول، لأنه period piece أو حقبة زمنية، هو فيلم دائماً فيه مسؤولية بتيجي مع هذا النوع من الأفلام. بس أنا بالنسبة لي هاي النقطة كانت مهمة، لأنه هذا الحدث تحديداً النكبة أثر كتير، يعني كان نقطة تحول بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشعب وشعوب حتى ودول، وأثر على المنطقة مش بس العربية، أثر على العالم، ولهلأ نحن عم نتأثر بسبب هذا الحدث. فبالنسبة لي هو شيء كتير نوعاً ما مهمش، هاي الحقبة مهمشة نوعاً ما بالسينما العربية، مش كتير نذكرت ونحكى عنها بما يكفي. وبنفس الوقت قررت أني أكون وفية للإلهام تاع القصة، واللي هو حدث بال48، وبتخيل هذا بالآخر كان خيار، يعني أني أكون مخلصة لهي القصة. هل بيعني أنه الفيلم مستوحى مثلاً من أحداث حقيقية؟ طبعاً الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية ومن شخصية حقيقية، ولكن أنا أخذت القرار أني أخذ هاي الشخصية أو الموقف اللي مرأت فيه وأبني أو أخلق هذا العالم تاع القصة من قصص كتير سمعناها وإحنا صغار عن فلسطين وعن النكبة، وشكلت هاي القصة يعني
وخليت العنصر الأساسي هو هذا السيت اب أو الموقف اللي مرأت فيه هاي الشخصية. نعم، وخلينا نحكي عن تجربة يمكن العمل مع غير ممثلين أو مع الشخصيات اللي تجربتهم التمثيلية الأولى، ويمكن منلاحظ أنه في بعض أفلامك هناك توجه للعمل مع يعني فئة عمرية صغيرة نوعا أو نسبيا، يعني تحكي لنا أكثر عن هاي المجال. من أكثر الأشياء اللي بحبها كمخرجة وبستمتع فيها وعندي شغف حقيقي فيها هو إدارة الممثلين، وإني أشتغل مع غير ممثلين تحديداً إشي كتير بحبه، هو تحدي وشي صعب بس أنا كتير بستمتع فيه، لأنه فيه صعوبة وأنا بحب الشيء اللي ما بيطلع، يعني اللي بيكون فيه نوع من يعني اللي بيحكوا لك كل شيء بيجي بسرعة بيروح بسرعة، بس لما تشتغلي على ممثل وتاخدي وقتك ويكون زي المادة الخام وتشكليها بالطريقة اللي بدك إياها وتشوفي هذا الشخص عم بتحول لشخصية، هاي الأشياء كتير بستمتع فيها. فبالنسبة لي فعلا الشغل مع الممثلين هو كتير إشي ممتع وبركز عليه. بحب أخلط كمان، أدمج غير ممثلين مع ممثلين طبعا، بس يكون غير الممثل جاهز انه يقف قدام الكاميرا مع هذا الشخص المحترف. وبحب اخلط ممثلين من مدارس مختلفه كمان، بحب هاي الطاقه كيف بيطلع اشياء دائما جديده. مثل ما ذكرتي انا كثير بحب اشتغل كمان مع هاي الفئه العمريه تحديدا، سواء اطفال او مراهقين، لانه هذا العمر بلاقيه كثير حساس بالفتره اللي لسه عم تتكون الشخصيه، اللي بيكون فيها كثير صراعات داخليه، فيها كثير عفويه وشيء لسه مش ملموس، شيء كثير خام وحقيقي. أكيد. وهلأ مثل ما حكيتي على موضوع الكتابة، طبعا فيلم فرحة من كتابتك دارين، تخبرينا أكثر عن عملية تطوير السيناريو. انكتبت أول نسخة للنص ب 2016، كتبناها أنا وبمشاركة ديما عازر اللي هي كمان منتجة على الفيلم. الإشي اللي كان مشجع إنه النسخة الأولى هاي حصلت على عدة جوائز للتطوير، فهذا إشي أعطاني دافع كمان إني أكمل كتابة. الفيلم تصور ب 2019، بس الكتابة ما كانت مستمرة بهاي السنوات، كانت طبعا متقطعة بسبب ظروف اني اضطريت اشتغل على امور تانية يعني، بس كان دائما الاولوية عندي هو طبعا فرحة ببالي. بس في كتاب بيعتبروا انه هذا، او مخرجين بيعتبروا النص هو اشي مقدس، انا ما بعتبره هيك بالمرة، بعتبر انه بالعكس في شغلات بتيجي بتلهمك اللي هي الإلهام اللحظي، هذا أنا كتير بستمتع فيه وبحبه، وأنا من النوع اللي بحب أرتجل، يعني في مشاهد كنت عم بكتبها بالتصوير. وبما أنه فيلمك الأول دارين، يعني شو أبرز التحديات خلينا نقول اللي واجهتيها؟ بالنسبة لي من التحديات اللي واجهتني هي أنه معظم أحداث الفيلم بتدور بموقع واحد ولفترة طويلة من الفيلم، وهذا كان تحدي أنا اخترته كطرح سينمائي مختلف لقضية كتير نحكى عنها. فبتخيل أنه كان همي أنه الناس ما يشعروا بالملل، أنه ما يزهقوا ويظلوا مشدودين للشعور اللي عم بتمر فيه فرحة وللموقف والمشهد واللحظة اللي عم بتمر فيها. فبتخيل هذا هو كان من الأشياء اللي كتير مهمة أنه أنجح بهذا الإشي. خيلي أروح على المدينة، أروح على المدرسة، يصير عندي شنطة، كشاكيل. البنت راسها بالتعليم، شو بدي يصير يعني؟ من التحديات كانت كمان أني راهنت على كرم اللي هي لعبة دور فرحة، أنه رح تكون قادرة بنت عمرها ما وقفت قدام كاميرا أنه توقف قدام ممثلين مثل أشرف برهوم وعلي سليمان من أول مرة بتمثل فيها. فهذا كان كمان شيء تحدي بتخيله، مش بس لإلي كمان للممثلة، اللي هو بالآخر أنا دوري كمخرجة أني أمكنها، وأنا بتخيل أنه الحمد لله أو إن شاء الله الناس يشوفوا هذا الشيء، أنه هي متمكنة من هذا الشيء وقدرت توصل الشعور اللي بتخيل المطلوب. طيب دارين، مقابل التحديات من وين حصلتي على الدعم لفيلمك؟ الحقيقة الدعم الأكبر كان من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، خصوصا من خلال صندوق الأردن لدعم الأفلام، بالإضافة طبعا للقطاع الخاص ومستثمرين وداعمين كأفراد. بس الجدير بالذكر كمان أنه فرحة هو الإنتاج الأردني السويدي المشترك الأول لفيلم طويل، وهذا أول تعاون، وبتخيل رح يرجع يتكرر لأنه كانت الحمد لله تجربة لطيفة.
ودارين أخيرا هيك تخبرينا بشكل عام عن تجربتك بالتصوير في الأردن وعن تصميم المواقع حتى تكون شبيهة يعني بفلسطين بوقت 48. طبعا الأردن غنية بالمواقع، كتير فيها مشاهد حلوة، وين ما بتحط كاميرتك بيطلع لك شيء حلو، فهذا الشيء نحن كنا محظوظين فيه. وبالنسبة لتصميم المواقع يعني أنا وبالإضافة لفريق الإنتاج ديما عازر وآية جردانة كنا دائما بهمنا كتير حريصين أنه نكون مخلصين لقديش تكون أوثنتك هاي المواقع وبتشبه فلسطين 48. وطبعا لما صار معانا ناصر الزعبي اللي هو مسؤول عن إدارة أو البرودكشن ديزاينر عن إدارة تصميم الديكور كمان كان معانا بالصورة وكان مهتم بأنه نقدر ننفذ هاي الرؤية بأصدق طريقة ويعني أكثر طريقة بتشبه فلسطين. فكنا كلنا متفقين، عملنا كمية ريسيرش وبحوث منيحة لحتى نقدر ننفذ هذا الشيء، والحمد لله بتخيل إنه توفقنا فيه يعني. شكرا دارين سلام، وطبعا نتمنى لك كل التوفيق بفيلمك بتورونتو وين ما رح يعرض، وبنتمنى لك التوفيق ايضا بكل مشاريعك المستقبليه. شكرا مريان، بدي اشكرك واشكر الهيئه الملكيه للافلام لهي الاستضافه، وشكرا.